الهولندي أريال روبن ولد في 23 من يناير لعام 1984 ولعب كرة قدم هولندي سابق، كان يلعب في مركز الجناح. سبق وأن لعب لعدة أندية أوروبية أبرزها ريال مدريد وباير ميونخ وتشيلسي. معروف عن روبن مهارات عدة منها المراوغة والسرعة والقدرة على الاختراق والتسديد من مسافات بعيدة بدقة، خاصة وهو يستعمل قدمه اليسرى من الجناح الأيمن. وكان روبن يعتبر واحدا من أفضل اللاعبين في العالم. أعلن اعتزال كرة القدم رسميا في 4 يوليو لعام 2019 ثم تراجع عن اعتزاله في 27 يونيو لعام 2020 ووقع مع نادي غرونينغن لمدة موسم واحد. بدأ روبن مسيرته الاحترافية عام 2000 وذلك مع نادي غرونينغن، بعد ذلك بعامين انضم إلى نادي أيندهوفن حيث أصبح أفضل لاعب شاب في هولندا وفاز بلقب الدوري الهولندي الممتاز. وفي الموسم التالي كانت الأندية الكبيرة في أوروبا تتبع روبن، وبعد مفاوضات مطولة انضم إلى نادي تشيلسي في عام 2004. تأخر مشاركة روبن مع تشيلسي لأول مرة بسبب الإصابة، لكن بعد عودة لياقته البدنية ساعد تشيلسي بالفوز بلقبين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري لشهر نوفمبر لعام 2005. وبعد موسم ثالث في إنجلترا تخللته إصابة انتقل روبن إلى ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو. وفي أغسطس عام 2009 انتقل روبن إلى باير ميونخ مقابل 25 مليون يورو في أول موسم له في ميونخ. فاز بايرن بلقب الدوري وكان هذا لقب روبن الخامس في الدوري في 8 سنوات، وسجل روبن هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2013 والذي تم اختياره ضمن تشكيلة الموسم في دوري الأبطال لهذا الموسم، كما شارك في نهائي كأس العالم عام 2010 الذي خسرته هولندا أمام إسبانيا. وفي عام 2014 تم اختياره في تشكيلة العام من الفيفا وتشكيلة العام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمركز الرابع في جائزة الكرة الذهبية في ألمانيا. حصل على 20 لقب من ضمنها 8 ألقاب في الدوري الألماني و5 ألقاب في كأس ألمانيا. شارك روبن في بطولات أمم أوروبا لعام 2004 و2008 و2012 وفي بطولات كأس العالم لعام 2006 و2010 و2014 وفي البطولة الأخيرة فاز بجائزة الكرة البرونزية وتم اختياره ضمن تشكيلة البطولة. وفي عام 2014 جاء روبن في المرتبة الرابعة في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم. شاركونا آراءكم في التعليقات.